لطفي لطفي اسمع اسمع، قصوا الضوء منه وهذا اللي بالي كله ضوء، قصوا قالوا لي قص عليه الضوء. دس الباب دس دس. استنى استنى قصوا لحظة دقيقة دقيقة دقيقة، استنى استنى كم تكسر استنى لحظة. زين رغم وضعي المفاجئ والمرعب اللي لقاه لطفي روحه فيها، فانه كان هادئ وحاول في كل مره ينصح الهادي انه يحمي روحه تحت الطاوله. حالة خروج من الباب لوج لطفي على طريقة أخرى يهرب بها من استوديو. توقف الزلزال وبكل هدوء قرر لطفي بوشناق الخروج من الشباك، ورغم الصدمة ما نساش باش يهز معاه مفاتحه ونظاراته. سيس بالله سيس الضوء لا اله الا الله محمد رسول الله، هذيك اخر كلمه اول كلمه تدخل، واللي يصير مبروك وماني وليدك وعمل اعمالك لله. لو بليز انتيليجون في صبار جيري افيك لي سيتياسيون ديفيسيل. في الجزء الثاني من كاميرا كاشي باش نشاهدوا في التاكسي الممثلة حنان الشجراني واللي عرفتوها زادة من خلال روبورتاجاتها في كلام الناس. حنان خرجت من مقر شركة الانتاج بعد الكاستين وباش توقف التاكسي اللي علامتها كالعادة السائق شيغيري وبجانبه الرضيع. يا معنا بيبي ربي فضلو كتل البيبي نسيت ماشي للشرقية اثنين ولدك هذا ربي يفضل هو ان شاء الله تفرح بيه يا رب. تاي تاي كاو خويا لازمك هكا انت تخدم هو بعدك تقول لي كريج ولا تقول لي روضه. المسؤول الرئيسي هو سلطه الشعب وهي شو اسمه وتعرف منظومه موضوعنا الحساس جدا شو اللي يخلي وزاره التعليم السياسه ياخذ الرشه يكونوا حاضرين معنا مختلف. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. شو علينا ونحاولوا نسقوا مع بعضنا هكذا شو نقولوا يهزوا المورال الصغار والله. وفي بركه وائل دردوري بيلي نقول لكم بعد لحظات الاخبار. شكرا لكم كلمين بارود. اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض. فركزة.
وزارة الداخلية تعلن في بلاغ لها عن خطف رضيع صباح اليوم من أمام مستشفى الأطفال بسعدون على متن سيارة تاكسي من نوع بولو 7 ورقمها 2226. تسمع خويا؟ من كل مواطن ينحظ شخصا بهذه الأوصاف: رجل في العقد الرابع من عمره، متوسط القامة، أسمر البشرة، خفيف الشعر، له وشم في رقبته ويده اليمنى. فرجاء الإبلاغ عنه فورا على رقم شرطة النجدة 197 أو أقرب مركز أمن. قوات الحرس الوطني بالكاد تتمكن خويا سامحني ما فهمت شيء خويا بالله في قضايا مختلفة. خويا برص منك خويا مان خويا فرح ماشي دخلني فرح وانت سامع فيا ماني خايتك ماني خايتك والله على نتكلم عليك والله على نتكلم ماني خايتك والله على نتكلم عليك والله ما وقفني هنا والله على نتكلم عليك وخايب والله على نتكلم عليك وخايب والله على نتكلم عليك والله انا نتكلم عليك والله والله ماني وخايتك باش نخدم وانت عندي دوامه يا وخاي ها 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 اسكت ماني خايف مع الله ينجيك دوامه راسي متوفي والله راسي متوفي والله ما نكلم عندك حق ما تعملش ما تعملش بهذيك برا غادي برا غادي هاو ساكي برا غادي ماني وخايتك والله ما نكلمك وراس ضاب بيه والله ولدي والله ولدي والله ولدي واش خويا ولدي من خوف حنان قبلت انها تلعب دور ام الطفل زعما باش تكون عند كلمتها عند تدخل اول الامن اقعدوا معنا بعد الفاصل نعاونك والله نعاونك ربي والله